السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع النهاردة من موقع الذكاء الاصطناعي الجميل جدا، ان انت بتحول التكست بتاعتك او السلايد او النوتس او اي محتوى عندك بي دي اف وورد لحاجات تفاعلية، يعني تبقى اسئلة تفاعلية مع الناس، بحيث الناس تقدر انها تحس ان في اسئلة وان في تفاعل بينها وبين المنهج، يبقى في زي فلاش كارد. دي الميزة برضو ان في جهات كتيرة قوية بتعتمد عليها، وبالإضافة لكده إن أنت تقدر تستفاد منها بنسخة مجانية. طبعا في نسخ تانية، في نسخة ب$5 في الشهر أو $10 في الشهر، بيبقى فيها إمكانيات أقوى. طيب كل الفكرة إن أنت تعمل ساين، وبعد كده تختار إن أنت عايز النسخة المجانية التجريبية، وبيقول لك يلا هتبدأ بقى تعمل الفلاش كارد، تبدأ ترفع المحتوى بتاعك سواء بي دي اف او دوكومنتس او بي بي تي اكس او جي بي جي او اي حاجه انت عايزها. المساحه بتاعتك مفتوحه ل 100 ميجا، هو بقى يبدا ان هو يحولها لك لمنهج تعليم. انا اخترت ملف هنا وقلت له ارفع الملف دوت، وبيقول لي انت عايز نوع الاسئله اوبن اند ولا مالتيبل تشوز ولا مالتيبل سيلكت ولا ترو اند فولس، ايه نوع الاسئله اللي موجوده، واقول له كرييت، فيبدأ هو يعمل لي الأسئلة بحيث إن أنا أقدر أشاركها مع الطلبة. طيب تعالى بقى نشوف الأسئلة كده. بدأ يحط لك الأسئلة هيت، وتقدر إن أنت تعدل فيها، وفي أسئلة بالاختيارات وصح وغلط، أنواع كتيرة جدا من الأسئلة، وتقدر إن أنت تضيف open end أو multiple choice أو ترو اند فولس او تعمل ديليت او ممكن تقول له استدي. يبدا يجيب لك الاجابه. يبقى انا كده حولت المنهج اللي عندي او الكتاب او المحتوى لحاجه علميه، اسئله الناس تقدر تتفاعل معاها.